إن بلادنا تتبنى سياسة وطنية جديدة لترقية عملية الاتصال والإعلام تجسيدا لبرنامج السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. إن هذه العملية المرتكزة على تعزيز المنظومة القانونية وتعميم استعمال الرقمنة وتكوين العنصر البشري تستجيب أيضا لمبادئ دستور 2020 وللتقدم التكنولوجي العالي عالي الدقة وما أفرزه من تحديات تستوجب تضافر الجهود وتكثيفها وطنيا وعربيا على حد السواء.